السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامع. اليوم إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض التتالية. أول شيء بدنا نعرف إيش معنى كلمة التتالية. إحنا أخذنا في الصفوف الأولى اللي هي الأول والثاني والثالث إنه عندنا قفز، عندنا قفز 2 4 6 اللي هو العد القفزي، كنا نقول هذا اسم العد القفزي. لما كبرنا شوية صرنا نقول على اللغة أنماط، صرنا نقول على اللغة أنماط. يعني إيش النمط؟ اللي هي في عندنا إيش معنى كلمة النمط؟ اللي هي في عندنا حدود، الحد الاول الثاني الثالث وهكذا. نقول هل هو لازم يكون اذا كان نضيف عدد نفس الاضافه، عدد نضيفه للاول نضيفه للثاني نضيفه للثالث نفس العدد، او نضرب اي عدد او نقصد اي عدد او نطرح اي عدد لازم يكون في كل الحدود. كنا نقول هنجرب كل الحدود، هل قاعدتي صحيحه؟ بسميها هي قاعده النمط، كنا نسميها قاعدة النمط. اليوم إن شاء الله بإذن الله هي اسمها الآن بطلنا نسميها أنماط، صرنا نسميها متتاليات. ونفس الحكي المتتاليات هي الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث، ونشوف إيش هي الحدود اللي الإضافة أو أضفنا بين الحد الأول والثاني إيش، أو جمعنا أو طرحنا أو قسمنا أو ضربنا حسب ما يعطينا. الآن تعال معي نشوف أمثلة زي ما بنحكي، نشوف أمثلة معنا. ناخذ السؤال رقم صفحة آسفة اللي هو أتحقق من كم؟ أتحقق من فهم اللي هو صفحة رقم 84. نيجي على السؤال بحكي لي اذا كانت قاعده النمط، اعطاني هو القاعده، تذكر لما يكون اعطاني القاعده وهو بده اياني اعمل له انماط، او يعطيني نمط ويقول لي ايش هي القاعده. اليوم الان في هذا السؤال هو اعطاني اسفه خليني اخذ قبل ما اخذ النمط اللي هو صفحه 83 لناخذ صفحه 83 لسه قبل ما اخذ. أنا فتحت الصفحة الثانية، لا بدي آخذ الصفحة 83. طب لما آخذ قاعدة النمط أعطيني نمط. نعم. سؤال بقول لي إذا كان الحد الأول في الحدود الثانية، أول حد أعطاني إياه هو 2.6، أول حد. والقاعدة التي تربط كل حد بالحد الذي يليه هو طرح، بده يطرح طرح. القاعدة أعطاني إياها طرح 5 من 10. طرح 5 من 10. فأوجد الحد السادس، تعال نشوف كيف بدي أوجد الحد السادس، تعال معي نشوف كيف بدي أوجد الحد السادس. الآن أنا مس عندي هذا الحد الأول 2.6، بدي أطرح كل مرة 5 من 10، بدي أطرح كل مرة قال لي نعم أيوه 5 من 10، نعم 5 من 10. الآن بدي اطرح هذا الحد بسميه الحد الاول، هذا بسميه الحد الاول، واضح؟ هون بدي الحد الثاني اطرح 5 من 10 بالشكل هذا بس حاحطه، طلع علي كيف اطرح؟ خلينا هون 2.6 بس عشان اقول لك كيف تطرح. شوفي طلع لي جذر 10 تمام اللي هي 5 من 10، تحطها تحت الجذر 10 مش تحت العدد الصحيح، كنا بنعرف هذا الحكي. بقول له 11 باليد 1 3. اطرح اللي هي 1.2. اقول له هون 2.1، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثاني، هذا الحد الاول، هذا الحد الاول، هذا الحد الثاني. نيجي ناخذ هاي بدي اطرحها 5 من 10، شايفين ايش بعمل؟ شايفين شو بعمل؟ 1 3 شو بظبط؟ بقول له هون 1 وهون 11، بصير هون 6.1، بصير هون 1.6، هاي الحد الثاني. نازل شوي صغيره اللي هي 1.6، هذا الحد الثالث، هذا الحد الثالث. نيجي على الحد الرابع وكمان 5 بالشكل هذا، شايفين انا
تبع ملاك، ممكن اكتب لك اياه واقول لك ايوه مكتوب عندك. هاي واحد واحد من عشرة، بقول له هاي واحد واحد من عشرة، هذا الحد الرابع، هذا الحد الرابع، هذا الحد الرابع. امس بيجي الحد هون، الحد الخامس بدي اطرح لا يجوز، باخذ من هون صفر داش ستة من عشرة، الحد الخامس ستة من عشرة، الحد السادس بطرح ستة ناقص خمسة واحد من عشرة، هذا هو السادس. هو بده الخامس ولا بده السادس؟ هو بده السادس، نعم هو بده السادس، هذا الخامس وهذا السادس، هاي السادس، هذا هو الحد السادس اللي بده اياه. بالشكل هذا انا كنت اعمل نفسه بالاسم نمط، كنت اعتبره نمط واعمله بالنمط، واعمله بالنمط. انا هون ورجيتك كيف بدك تعمل طرح، والطرح ما بده شيء، حتى ممكن وانت على طول هيك سته واحد وتاخذ وتستلم على السريع، بدكش حطه على جنب يا سابع وحله بالشكل هذا. طيب هذا هو الاول سؤال. السؤال الثاني كمان بدنا ناخذ اتحقق من فهمي، ناخذ اللي هي صفحة 4 و8، نرجع لصفحة 4 و8 بس اتأكد انه يبين. يجي بس الاول السؤال كمان بيقول لي اذا كانت قاعدة النمط هي اضرب رتبة العدد، رتبة العدد يعني الحد، الحد ايش معنى، ايش معنى كلمة رتبة العدد؟ اللي هو بين قوسين الحد، اضرب الحد في، شوفي ايش، خلينا نقرا كلمة كلمة ونحكي كلمة كلمة، رتبة الحد او رتبة الحد الاسفل، لماذا جبت السؤال هذا؟ لا السؤال هذا مش هون، أتحقق هي صفحة 84 إذا كانت قاعدة الحد العام هي أضرب، قلنا رتبة، آسف رتبة العدد أو رتبة الحد، رتبة الحد اللي هي رقم الحد، يعني رقم واحد، رقم اثنين، إيش معنى كلمة رتبة؟ اللي هي واحد اثنين ثلاثة الرقم تبع الحد، زي ما هون هاي هذا الحد الأول، هاي واحد، الحد الثاني هاي رتبته اثنين، رتبته ثلاثة، رتبته أربعة، رتبته خمسة، رتبته ستة، هاي رتبة يا مس، هاي اسمها رتبة، يعني الحد الأول هاي رتبته واحد، الحد الثاني هاي رتبته اثنين، تضربي الحد رتبة العدد في تضربي رتبة العدد، خلينا مع بعض تضربي رتبة العدد في، خلينا أكمل لك خمسة، وتطرح منه كم سبعة، تضربي في خمسة وتطرحي منه سبعة، ثم فأوجد كل من الحدود السابع والثامن والتاسع، نيجي ناخذ أول شيء رتبة العدد، بده رتبة العدد، بده الحد، بده الحد، أول شيء الحد، خلينا ناخذ إيش بده؟ الحد السابع، بده الحد الثامن، نعم وبده الحد التاسع، بده هدول الحدود، ما بده الحدود من الاول، بده الحد الاول السابع اسفل والثامن والتاسع، رتبته يعني السابع، رتبته الثامن، رتبه تاسع، اول شيء هو رتبه الحد، ايش بده يعمل؟ خليك معي، خلينا مع بعض نحكي مع بعض، رتبه الحد الاول، الحد السابع، سبعه، في رتبة الحد السابع رتبة، السابع رتبة في خمسة نطرح منها سبعة بالشكل هذا، شايفين؟
ابعد شوي صغيره عشان اقدر اطلع الناتج قدامه بشكل سهل. خليك معي نيجي نحكي رتبه هون، رتبه الحد السابع، الحد السابع مضروب في خمسه نطرح منه سبعه، الاولويه لمين يا مس هون؟ الاولويه للطرد، الاولويه للطرد. الان اضرب خمسه في سبعه اللي هي خمسه وثلاثون ناقص سبعه لا يجوز، باخذ خمسه عشر بتصير هون ثمانيه وعشرون، اي اول حد هو ثمانيه وعشرون، هو ثمانيه وعشرون. يجعل حد الثامن، خليكي معايا، ثمانية ضرب خمسة ناقص سبعة، نيجي نقوله ثمانية في خمسة أربعون ناقص سبعة لا يجوز، ناخذ هاي عشرة بصير هون ثلاثة وهون وثلاثون. الحد الثامن، الحد الثامن، حد الايش؟ الثامن. طيب يجي هون بس نحكي الحد ايش؟ الحد التاسع، الحد التاسع، الحد التاسع اللي هو تسعة ضرب خمسة ناقص سبعة، الحد التاسع اللي تسعة في خمسة ضرب سبعة، يجي نقول هون خمسة خمسة في تسعة خمسة وأربعون ناقص سبعة، نعمل عملية الطرح لا يجوز، بناخذ بصير هون ثمانية وثلاثون. شكرا. ممكن لو أكمل، لو أكمل بصير ثلاثة وأربعون، بعدين بصير ثمانية وإيش وأربعون، وهكذا. أنتم محضرين إيش الحدود؟ عاملة زي الأنماط. النمط إيش بصير عندي؟ هو نفس الأنماط، الأنماط هي نفسها متتالية ولكن على مستوى أكبر شوي صغيرة لما نفوت فيها. نيجي على السؤال اللي هو كمان اتحقق من فهمي، في عندي نفتح كتابنا لانه صعب اشرح لك اياها، يعني مش صعب انه خلص الرسم نضيع الوقت على الفاضي يعني، بس هاخد جزء من هون بالشكل هذا وأقول لك إني أتحقق من فهمي، لحد الآن كله أتحقق من فهمي، هشوف أي صفحة يمس اللي هي مسحة باخذها صفحة رقم 85. بس بحكي لك يا سابق إنه عندنا المتتالية عبارة عن نوعين، النوع الأول اللي هي المسائل العددية، المتتاليات العددية زي ما أنت شايف، في عندنا النوع الثاني المتتاليات الهندسية. حكينا هذا الحكي فيه، مش معنى كلمة هندسية يعني مربع ومستطيل وهاي، لا، الهندسية هي الرسومات، الأشكال، أشكال ممكن دوائر ممكن أي شيء، واضح مس؟ يعني الأشكال هي تعتبر متتالية هندسية، معناته أنا عندي نوعين المتتالية، المتتالية الأولى هي العددية اللي أنا شفتها بالشكل هذا، المتتالية الأخرى هي المتتالية الهندسية اللي إحنا لما نشوف الرسومات أو أشكال هاي اسمها متتالية هندسية. تمام، اي حدا يقول لك ايش معنى متتالية هندسية بقول اي شيء في شكل، بدي اعرف الشكل، انا دائما كنت افسر لك الشكل، اعد لك الحد الاول قديش، الحد الثاني قديش، الحد الثالث قديش، مثلا مربعات او دوائر او اي شيء محطوطه عندي بعد لها، بعدها بقول شو بينها، شو اللي بينها، قديش بينها، صح ولا لا؟ فكنت احول المتتالية الهندسية الى متتالية عددية، كنت احول المتتاليه الهندسيه لمتتاليه عدديه، وانا اليوم نفس الحكي ما بدي اغير هذا الحكي، نفس الحكي اللي اتبعته انا من زمان ما حتبعه اليوم ان شاء الله باذن الله. نيجي بس على
متحقق من فهمي اللي هو صفحة 85. طلع على السؤال في عندي نموذج موجود عندي فيه متتاليات عدد الدوائر. خلينا نشوف هذا مسميه نمط هندسي، مسميه نمط هندسي. الآن الأول الحد الأول، خلينا نشوف إيش الحد الأول. بدنا إيش؟ بدنا نعد الحد الأول والثاني والثالث اللي هي أول حد 4. الحد الثاني، الحد الثاني يا مس قديش صار عندي؟ اللي هو عندي 6، لا 5، آسف 5. الحد الثالث يا مس خليك معايا، الحد الثالث عندي اللي هي 2 4 6، الحد الثالث 6. الحد الرابع، بس الرابع انا ماشي صحيح صح؟ الحد الرابع عندي 2 4 6 7، الحد الرابع 7. طيب تعالوا معايا نشوف هذا النمط شو، تعالوا معايا شو النمط. طيب ايش 4 زادت 1 5، طب لو زادت 1 6، طب لو زادت 1 7 صح؟ انا بزيد ايش يا 4 5 6 7، بزيد 1 1 1. طيب كلامي 100% صحيح، اضافه العدد 1 في كل مره. انا لما جيت قلت 4 صارت 5 ضفنا 1، 6 ضفنا 1، 7 ضفنا 1، نعم. بس انا بدي قاعده نمط، بدي قاعده امشي عليها. لو قال لي احدد القاعده التي تربط كل حد، بده قاعده، ما بده بس تقولي لي زياده وبس. اكتب القاعده العامه، القاعده اللي هي زياده 1 في كل مره. اول واحده القاعده هي زياده 1 في كل مره. استنى شويه، هو عنده اسئله كثير. اول واحد اضافت نكتب هون نكتب اضافه العدد 1 في كل مرة. هاي أول شيء. ثاني شيء طالب مني شغلة ثانية، انتبه علي، إيش طالب مني شغلة ثانية؟ طالب مني اكتبي قاعدة الحد العام. الحد العام؟ شو يعني الحد العام؟ يعني مثلا سين، مثلا لما كنا نقول سين زاد 1 تعطينا كذا، يعني هذا الرتبة زي ما قلت الرتبة. ايش عملت فيها؟ ضربتها في 5 وطرحت منها كذا هيك زي كذا. يعني مثلا الحد الاول ضربته في ايش؟ عملت في ايش؟ عشان يعطيني هذا الحد. يلا تعال نفكر. اذا جيت ضربت 1 في 4 حتعطيني 4؟ لا ما بقدر اضرب. طيب 2 في 5 10؟ لا 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 ما تضبطش معايا. طلعي علي. لا. اللي هي عندي، اللي عندي الرتبة، اللي هي رتبة، رتبة العدد في 1 1 في 1 تعطيني 1، ايش ضايل؟ زائد 3. رتبة العدد في 1 في 1 زائد 3. طيب هون رتبة العدد 1 في 2 رتبة، أنا بحكي عن رتبة ما بحكي عن هاي، في 2 زائد 3 رتبة العدد 1 في 3، ضربت رتبة في 1 وجمعت معاها 3، 1 في 3 3 زائد 3 6، نعم. هون 1 في 4، 1 في 4 زائد 3، 1 في 4 4 زائد 3 7. صح كلامك يا مس. ضربنا 1 في رتبة العدد وجمعنا معها 3. 1 1 هو الثابت. يعني لو بدي اقول لك القاعده، بدي اقول لك مثلا ان اي بدل سين وصاد حنقول ان في 1 زائد 3. هاي القاعده، هاي القاعده ايش هي؟ ان عبارة عن رتبة الحد. ايش معنى ان؟ رتبة الحد، رتبة الحد. اذا كان رتبة الحد 1 بقول 1 في 1،
بتقول لحد 2 بقول 2 في 1، بتقول لحد 10 بقول 10 في 1. ان صح؟ ان في رتبة العدد اللي هي 1 زائد 3. مش هيك مس؟ واضح الحكي؟ ظبط معي ولا ما ظبط؟ طيب ليش يا مس ما عدد الدوائر في الحد الذي رتبته 12؟ ليش يا مس انت ما انت قلت خلاص نزيد 1 بضل نزيد 1؟ مس ما بقدر لما يعطيني مثلا كمان شوي بيجي يعطيني الحد ال 50، الحد ال 40، الحد ال 100، ما بقدر اعمل له هيك اضلني امشي هيك امشي لل 100 او امشي لل 50 او امشي لل 40، لازم اعمل له قاعده، وهي هي القاعده اللي هي رتبه الحد في 1 نجمع معها 3، رتبه ان شاء الله 100 بقول له 100 في 1 زائد 3. واضح؟ هو طلب مني رتبة الحد، طلب مني رتبة الحد قديش يا مس اللي طلب مني؟ طلب مني رتبة الحد ايش يا مس؟ 12. رتبة الحد بده رتبة الحد 12، بده رتبة الحد 12. أنا حضرت القاعدة، القاعدة بتقول إن في 1 زائد 3. بقول له تعال معي، تعال معي. وين الإن يا مس؟ الإن اللي هي ايش؟ اللي هي رتبة الحد، هاي الإن، هاي الإن عشان تعرفوا، الإن اللي أنا حطيتها ممكن تكون أنا بدي أحط إن يا مس، أنا بدي أحط إكس، بدي أحط واي، بدي أحط أي شيء زد، أي حر أنت، هي هاي ضلها رتبة الحد، رتبة الحد، أنا حطيت إن، أنت حط اللي بدك إياه، إن اللي هي رتبة الحد 12، اضربيها في 1 واجمع معاها 3، بتصير عندي مس 12 في 1 12 زائد 3 15، هاي الحد هو 15. هو بقول لي سؤاله سؤال 3 مع عدد الدوائر عندي 15 دائرة، طبعا 15 دائرة، أول شيء كان عندي 4 5 6 7، أنا عندي 15 دائرة. واضح مس؟ نيجي هون عندي احنا الحمد لله يعني الاشياء هاي سهله كثير عندنا ما فيها اي مشكله. نيجي على السؤال كمان، انا لحد الان عندي كله تحقق تحقق. يلا بس السؤال رقم تحقق طبعا، حكوا لي اتحقق من فهمي صفحة 86. خليكم معايا، الحد العام المتتالية هو اضرب، شوفي ايش بقول لي، هو بده يعمل اضرب اللي هو رتبة الحد، ايش بده يعمل؟ رتبة الحد قال لي رتبة الحد حتضربيها، رتبة الحد اتفقنا ان ام اي ايش بدك اياه، رتبة الحد انا اريح لي الا ان كانت اللي هي السدس ثم اطرح منه 5 اسداس، تضربين بعدين تطرح منه 5 اسداس. اكتبي الحد العام باستخدام مقدار جبري ثم استخدمه لاجل الحدود الذات الاولى. بدي الان كتبته عشان بقول لي هذا عمليه مقدار جبري، انا بكتب مقدار جبري. بعدين قال لي عمليه الحدود الاولى، من الحدود الاولى؟ الحد الاول، الحد الثاني والحد الثالث. شو الحدود الاولى؟ الثلاث، الحد الاول والثاني والثالث بده اياه. الحد الاول انا بدي اخذ الحد الاول، بقول لي الان اللي هي 1 في سدس ناقص 5 اسداس، الاول الاولويه للطلب، 1 في سدس هي سدس صح ولا لا؟ هي عدد يضربوا في 1 هو نفس العدد. طيب عندي المقامات موحدة في سائر هي طرح، عندي المقامات موحدة نطرح شرط كبير ونطرح 4 أسداس، 4 أسداس، 4 أسداس على 2 وعلى 2 بصير 2 ثلثان سالب. هذا أول حد، هذا أول حد، هذا يمس أول حد. نيجي على ثاني حد، يلا ثاني حد
تاني حد بس لحد تاني اثنين في احنا خدنا اللي هي القاعدة العامة هي موجودة اثنان في سدس ناقص خمس أسداس نعمل أول إشي ضرب اثنان في واحد بنص بنص المقام في المقام اثنان في واحد اثنان على ستة ناقص خمسة على ستة بتساوي يا بس عندي هون إن شاء الله يبينهم عندك أيوة اللي بيساوي عندي هون مس اللي هي تساوي شرط كبير ونطرح اللي هي 3 على 6 3 على 6 نعمل اختصار على 3 وعلى 3 تعطيني 1 بالسالب على 2 نصف هاي هي الثالث الثالث خلينا ناخذ الثالث خلينا ناخذ الثالث الثالث بحكي لي بس خليك معي الثالث ثلاثة في سدس ثلاثة في سدس ناقص خمس أسداس تساوي ثلاثة على ستة ناقص خمس أسداس اللي هي تساوي عندي اللي هي شرط كبير ونطرح اللي هي سدسان على نقص نعمل تقبلية اللي هي اختصار دائما معايا مس اختصارات ما دام في اختصار نختصر اللي هي تساوي سالب واحد على ثلاثة معناته تعالوا نشوف تعالوا نشوف وين الحدود الأولى الحد الأول هو يلا سالب ثلاثة سالب اثنان على ثلاثة سالب اثنان على ثلاثة الحد الثاني أنا بحب أحط هيك بين الحدود الحد الثاني اللي هو سالب نصف سالب نصف الحد الثالث شايفينه هاي الحدود الحد الثالث اللي هي عندي سالب ثلث هاي أول حدود بدو إياها هذه الحدود الثلاثة اللي قال لي اعمليها يا مس هاي الحدود الثلاثة اللي قال لي اعمليها يا مس بكل سهولة هو أعطاني القاعدة وأنا عملت له الحدود لكن لما الإشي هون يعطيني أعداد أنا كله أنا بحوله لأعداد يعني حتى لو عندي أشكال هندسية أو نمط أنماط هندسية يا مس أو متتاليات هندسية لازم أحولها لأعداد عشان أعرف إيش اللي بينهم إيش القاعدة اللي ممكن أصلحها هون عندي القاعدة هاي شايفينها شايفين القاعدة كانت وعملت الحد ال 12 هون عندي مس قاعدة وأنا اشتغلت له فيها وأعطاك الحدود اللي بده إياها واضح؟ طيب مس طبعا إن شاء الله بإذن الله حنكمل الحصة الجاية مطول شوي عندنا اللي هو المتتاليات خليني أعطيك واجب الأول المتتاليات مش صعبة بس بدها شوية تفكير عشان أطلع القاعدة بس بدها شوية تفكير بدي حلولي سبعة وإيش ثمانية أحاول أن أبتل الإمكان إن شاء الله نحل معكم بعد الإسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.